11 فرداً فقدتهم هذه الأسرة المنكوبة بفعل فيضانات درنا. منزل يوسف جرفته السيول المدمرة ليفارق جميع أفراد عائلته الحياة وينجو هو بأعجوبة ومعاناة لا تنسى. يوسف هو أحد هؤلاء الذين أعادتهم الأمواج العاتية إلى اليابسة ليكتب له النجاة، لكن غيره آلاف لم يحالفهم الحظ. كانت على البحر كلها أنا وياي، فالبحر كان يجري فيها 1500 جثة لفظتها المياه على الشاطئ. رآها رئيس فرق الطوارئ في مجلس درنا صباح اليوم الأول من الفاجعة. كثيرون هنا تجرعوا من الكأس ذاته، فبعض أعضاء فرق الإغاثة فقدوا أحبائهم، إلا أنهم يصرون على تخفيف معاناة هؤلاء الأطفال. أما الأمم المتحدة فحذرت من أزمة ثانية مدمرة بفعل مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة، وهو ما يتفق مع تصريحات حكومية ليبية. مع وجود هذه المياه الراكدة وأيضا مع انتشار لعدد الضحايا الموجودين تحت الركام وأيضا بين الأودية ومياه البحر، فهذه هي بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة. البعثات الأممية تعمل على قدم وساق لدعم المتضررين بتسليم مستلزمات طبية كافية لثلاثة أشهر لمساعدة 15,000 شخص، فضلاً عن تزويد أكثر من 6,000 أسرة نازحة في درنا وبنغازي بالإمدادات اللازمة للتدفئة والغذاء حسب الأمم المتحدة. إلا أن المنكوبين لا يزالون بحاجة ماسة للدعم والمياه النظيفة بعد أن بات 30,000 منهم بلا مأوى في ظل مخاوف من خطر الإصابة بالكوليرا والجفاف وسوء التغذية.